تحياتي واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من قصه كل جمعه اللي بتجيكم مني انا محمد عواد عبر قناه سيلفي سبورت الاكثر تنوعا من حيث اشكال وافكار المحتوى رغم انها قصه جديده ما لهاش الا كم من سنه لكن دائما لو تروحوا على كل قصه جمعه في التعليقات راح تلقوا اشخاص مختلفين بيقولوا احكي لنا قصه معجزه ليستر سيتي فكرت ليش ربما لانها واحده من المعجزات اللي لليوم لسه ما فهمنا ليش وكيف صارت؟ كيف الدوري اللي بيقولوا عنه أصعب دوري في العالم والفريق الكبير لو يغفل مباراة واحدة بروح خسران سبعة أو ستة أو خمسة كيف بيجي فريق عمره ما جاب لقب مهم آخر ألقابه بسنة الألفين بكأس رابطة الدوري الإنجليزي لما كان كأس الرابطة بالنسبة للفرق الكبيرة مباريات للناشئين فريق ما كان عنده حضور بتلك الفترة مش نيوكاسل مش ايفرتون فريق معظمنا ربما ما كان يعرف انه شعاره ثعلب اليوم رح نحكي عن قصة ليستر سيتي وحنحكي فيها المسار نحو اللقب حنحكي فيها كيف هذا الفريق واسلوبه اللي جاب اللقب وحنحكي فيها معجزة الواحد سفر ومعجزة الثلاث مباريات اللي كانوا فعلا حاسمين لفوز ليستر سيتي بلقب الدوري الانجليزي قصة ما بينساها ناس بطلها مدرب عمره ما جاب لقب مهم في حياته كلاوديو رانيري على تشيلسي اعطوه نجوم الارض وما جاب القاب، باليوفي ما عمل شيء، بأكثر من مكان مر عليه، ربما نجح في البناء، لكن ابدا ما نجح بالالقاب، وكان دائما جوزيه مورينيو يعايره، انت مدرب لو تضلك 100 سنه تدرب ما حتجيب ولا لقب، واسماء مغموره جدا جدا جدا، لاعب انجليزي اسمه فاردي على لاعب جزائري شاب اسمه محرز، وعلى لاعب فرنسي بيلعب بخط الوسط اسمه كانتي، اسماء وقتها ما كنا نعرف مين هي، الان كلها اساطير. عملنا قصة أرسنال بلا هزيمة في موسم 2003 و2004 لكن في قصص تاريخية زي مان سيتي و100 نقطة وتشيلسي اللي تلقى 15 هدف كلها إنجازات كبرى لفرق كبرى في البريمير ليج لكن لو تيجي تقول شو أهم وأصعب إنجاز صار بالتأكيد هو إنجاز ليستر سيتي وفوزه بلقب الدوري في موسم 2015 و2016 لكن القصة فعليا بلشت في الموسم السابق بدون ما ننتبه وبدون ما نحس وبدون ما نهتم بعد 30 جوله في موسم 2014 2015 ليستر سيتي كان معاه 19 نقطة بس وفي المركز الأخير مواقع الإحصاء كلها بتقول هذا هبط باركولو إلى التشامبيونشيب يا ليستر ليش؟ لأنه عمره ما في فريق بتاريخ البريمير ليج وصل الجولة 30 معاه أقل من 20 نقطة وبقي في الدوري لكن ليستر قال لك خلينا نبلشها معجزات من اليوم قبل معجزة البريمير ليج الكبير السنة الجاية وفي اخر ثمان مباريات فاز ليستر سيتي سبع مباريات وتعادل واحده وفي اول انطلاقتين له بالجوله 31 و32 فاز مره بالدقيقه 86 ومره في الدقيقه 90 على ويست هام وويست بروميتش بالترتيب وختم الموسم في فوز ساحق غريب عليه امام كوينز بارك رينجرز 5 1 لينهي الموسم بالمركز 14 الفريق اللي حكم التاريخ والارقام والاحصائيات انه هابط قال لهم لا انا ليستر جمهور ليستر المحلي اللي حوله فرحانين بالمدرب نايجل بيرسون شكرا انت اللي معنا من 2011 ورجعت انقذتنا انت ومدربنا مدرب المستقبل خليك معنا بس اداره ليستر اجتمعت وقالت لا شكرا حنطرده حنقيله الناس انجنت وبعض التعليقات اللي بتلقاها بتويتر على خبر اقالته واحد بيقول يلا مبروك بتهبطوا الموسم الجاي اداره ليستر قالت احنا حنقيل بيرسون لانه وجهات نظرنا مختلفه تماما بسوق الانتقالات وبكره القدم اللي زاد غضب الجماهير القريب من لاتي ليستر انه البديل كلاوديو رانييري اللي بلا نجاح شو هذا اللي جايبينه كان مدرب اليونان قبليها بفتره بس من اربع مباريات خسر ثلاثه وتعادل واحدة فاقلوا اليونان بعد اربع مباريات فقط هذه الحاله خلت مكاتب المراهنات تضع كلاوديو رانييري ليكون اول مدرب تتم اقالته في موسم 2015 2016 وقالت اي حدا براهن على ليستر سيتي بيفوز بالدوري مقابل كل دولار اله 5000 دولار، لو فعلا فاز ليستر بالدوري كان اقل فريق احتمالا يفوز باللقب، وكان الفارق بينه وبين فريق زي ارسنال عشان يفوز باللقب ابو 1500 2000 احتمال، ما بدي ادخل كثير بتفاصيل المراهنات لكن كان واضح انه ما حدش ماخذ ليستر انه حيجي الدوري. حتى رانييري نفسه في مؤتمر الصحفي قالوا لي شو اهدافك بالدوري الانجليزي قالوا والله اجيب 40 نقطه ليش 40 نقطه لانه كان في ظاهره معروفه بالبريمير ليج 40 نقطه وبتضل للسنه الجاي وليستر كان هدفه يضل للسنه الجاي البدايه المباراه الاولى الناس ما اخذتها على محمل الجد فوز 4-2 على فريق ساندرلاند اللي بيعاني اخر السنوات في ملعبك كينج باور 4-2 عادي لكن اللي مش عادي انه في اسمين بلشنا نعرفهم من اول مباراه رياض محرز لاعب جزائري بيسجل هدفين وبتصدر الفانتسي لعيبه الفانتسي جمهور الفانتسي بلشوا يتكلموا عنه بعد 25 دقيقه بس كان مسجل هدفين وفي لاعب مجتهد جدا كان في ليستر اسمه البرايتون سجل هدف وصنع اثنين فهذول الاسمين بلشوا يطلعوا من اول مباراه وفي المباراه الثانيه محرز رجع سجل وفازوا على ويست هام 2-1 والبرايتون صنع وفي الثالثه امام توتنهام رجع محرز سجل في الدقيقه 82 هدف التعادل هون بتفهم قديش رياض محرز كان هو الدافع والحامل الرئيسي لقصه نجاح ليستر، نعم في اسماء كثيره حنذكرها، لكن في البدايات اللي دفع الفريق بهذه الدفعه المعنويه شحن وحطوا للامام وقال لهم يلا نهجم كان رياض. في المباراه الرابعه تعادلوا مع بورنموث هدف هدف وهنا شفنا فاردي عم بيسجل في الدقيقه 86، وفي اول اربع مباريات دائما كان ليستر يسجل في الدقائق الاخيره ويقاتل حتى الدقائق الاخيره عشان هيك صحراً يرى له الفضل الاكبر كمدرب باللقب لكن لا يمكن نسيان فضل نايجيل بيرسون اللي زرع فيهم باواخر الموسم السابق هذه الروح القتاليه لاخر لحظه عشان تتمسك بالنقطه وفهموا انه ربما تحقيق هدف في اخر عشر دقائق لفريق مجتهد اسهل بكثير مما تسجله في اول عشر دقائق لانه انت اكثر قدره على التضحيه من الفرق الاعلى جوده منك أول أربع مباريات جيدات لكن بصراحة بتذكر أنا كل أسبوع من ذلك الموسم ما حدا أخذه مع محمل الجد كنا شايفينهم والله زي انطلاقات واتفورد وستوك سيتي بتلك الفترة الجيدة واللي بعديها بصير انحدار بس في بداية سبتمبر ليستر سيتي عمل مباراة خلى الجميع يوقف ويقولوا استنوا هدول فيهم شيء غريب مع أستون فيلا للدقيقة 72 هدفين مقابل لا شيء لصالح أستون فيلا محرز بيصنع هدفين فاردي بيسجل هدفين والنتيجة النهائية في الدقيقة 89 3-2 وبيفوز ليستر سيتي استنوا هذا الفريق ماخذ كرة القدم فعليا 90 دقيقة. والمباراة اللي بعدها مع ستوك سيتي ظلت النتيجة 2-0 للدقيقة 51 وأيضا عادوا إلى 2-2. رياض في تلك المباراة أيضا سجل ثم صنع ليفاردي هذا اللي بوريك قديش رياض كان أساس الانطلاقة، كان اللي أخذ المسافة والجميع لحقوا كان هو القائد لذلك الإنجاز. حتى الجولة 6 شفنا فريق بسجل أهداف لكن شفنا فريق دائما بتلقى أهداف كثيرة. جاءت الجولة السابعة وأقنعتنا بذلك أرسنال بيسحقهم في ملعبهم 5-2 في ملعب كينج باور لا كان كينج ولا كان عنده باور فريق ليستر سيتي لا ملك ولا طاقة عنده لأنه أليكسيس سانشي سجل ثلاث أهداف في ذلك اللقاء خلانا جميعنا نرجع لورا ونقول له شكرا ليستر والله بداية حلوة زي بدايات غيرك دور لك على البقاء أحسن لك طلع رانييري بتصريح بنسمعه كثير قال لك يجب أن نتعلم من أخطائنا ونبحث عن توازننا آه سمعناه كثير لكن رانيري كان صادق جدا لانه يعني اللي صار بعد ذلك مذهل ست مباريات خمس انتصارات وتعادل واحد منهم 3-0 على نيوكاسل الفريق العنيد انذاك وتقريبا بكل مباراة كان عم بيتكرر نفس السيناريو محرز بيصنع فاردي بيسجل في هذه المباريات كلنا صرنا عارفين اسمين بالهجوم يا ويل اللي واجههم جيمي فاردي بفوز بجائزة لاعب شهر اكتوبر شيء كان غير متوقع ابدا خمس اهداف في اربع مباريات لمهاجم تقريبا معظمنا ما بنعرفه وصل ليستر الجولة 13 متصدر الدوري فعلا 28 نقطة تحته في المركز الثاني مان يونايتد فان خال 27 نقطة ردة فعل رهيبة بعد سقوطهم المذهل أمام أرسنال وقتها بعد 13 جولة صرنا نغير لهجتنا ونقول ليستر لا أكيد مش حيجيب الدوري ما احنا عارفين بس ممكن والله يتأهل على الدوري الأوروبي ماله كويس وما كان حدا يجرؤ يقول دوري أبطال لأنه من سنة 2005 لذلك الوقت عمره ما حدا إجا من خارج التوب 6 في إنجلترا ودخل للتوب 4 فما تقول لي يدخل يجيب الدوري ليستر في الجوله 14 لعب مع مان يونايتد في ملعبه في كينج باور اتعادلوا واحد واحد نتيجه جيده لكن كان فيها شيء لفت انتباه كثير ناس واذكر انا شخصيا علقت عليها في دبي الرياضيه في برنامج كان اسمه سكر بوكس اطلع فيه في ذلك اللقاء فاردي كان لازم يسجل هدف عشان يعادل رقم قياسي لفان مستر روي مهاجم مان يونايتد وذلك بتسجيله في 11 مره متتاليه في البريمير ليج فاردي سجل وطلع رانييرو وقال اللاعبين اتفقوا مع بعض قبل المباراة انهم يخلوا فاردي يسجل فالناس عرفت انه هذا الفريق عنده ثقة بنفسه مطلقة انه حتى لما يلعب مع مان يونايتد يركز على لاعب معين عشان يسجل هدف وفاردي سجل وهون انطلقت قصة ليستر لانه صار عنده ايقونة هجومية تقوده للالقاء في شهر نوفمبر فاردي وايضا رانييري بيفوزوا بجائزة لاعب ومدرب الشهر الحديث البريمير ليج بس عن فريق ماكر كالثعلب تماما كشعاره سألوا رانياري بتلك الفترة شو أحلامك؟ قالوا والله أضل إن شاء الله إحنا على الطريق إن نبقى بالدوري زي ما طلبت مني الإدارة أما بالنسبة لأحلامكم إني ألعب بأوروبا وما حدا سألوا وقتها إنك تجيب اللقب قال خلينا ناخذها بالتدريج هذا الموسم هدفنا بناء فريق والسنة الجاية بنتفاهم في الجولة 15 مانشستر سيتي بيخسر للمرة الرابعة في ذلك الموسم فأدرك الجميع إنه لا مان سيتي ولا مان يونايتد ولا ليفربول ولا تشيلسي اللي كان عم بيعاني كثير قادرين يلحقوا بالدوري فصارت العين على ارسنال توتنهام وبدرجه اقل ليستر في الجوله 16 مباراه بيذكرها كل عشاق تشيلسي عشاق مورينيو وعشاق ليستر تشيلسي بروح يلعب مع ليستر سيتي بيخسر 2-1 رياض محرز بيسجل وبيصنع كالعاده لافاردي الهدف الثاني في ذلك اللقاء كانت نهايه علاقه مورينيو مع تشيلسي تمت اقالته بعدها وكان في كلمات محزنه لمورينيو بعد ذلك المواجهه لما قال أنا أتمنى الإدارة تعطيني وقت أنا بقدر أصلح الأمور لأول مرة يظهر مورينيو ضعيف مستسلم بمؤتمر صحفي زي ذلك الوضع لأنه تشيلسي كان مهدد بالهبوط وليستر كان بالقمة متصدر ورانيري اللي مورينيو كثير عاير وانتقده في مسيرته كان سبب بنهاية علاقة الحب الأهم لجوزيه مورينيو بعد مباراة تشيلسي الناس وقفت قالت لك لا هاي مش قصة فاردي ومحرز وبس لا لا هي قصة أكبر فبلشنا ندخل بالعمق تاع هذا الفريق بلشنا نتعرف على هذا الفريق إيه هذا الحارس ابن بيتر شمايكل كاسبر شمايكل هذا حارس ممتاز، شوفوا تصدياته حتى الان، وانتبهوا عندهم لاعب بالنص اسمه كانتي، قاطع كرات من الدرجه الاولى مش طبيعي مرعب، خلينا نسميه ماكاليلي، وبلشنا نسمع قصص اكثر واكثر، هذا فاردي قبل اربع مواسم كان بدوري للهواه، ومحرز كان بفريق درجه ثانيه ليوهافر بفرنسا، وبلش الكلام عن ثنائي دفاع قوي جدا بدنيا روبرت هوث ومورغان والاثنين عندهم قصة فشل وتعثر كروي كبيرة لمستوى انه مورغان اول مرة لعب بالبرمير ليج في حياته وعمره 30 سنة وروبرت هوت كانت المانيا متوقعة منه يصير مدافع كبير اجى على تشيلسي وقضى مسيرته اعارات لانه ما حدا امن فيه وعرفنا درينك ووتر كشريك حقيقي لكانتي وعرفنا فوكس كظهير مميز وعرفنا البرايتون كلاعب ما بيوقف عن الركض ابدا او سيمسون كظهير ايمن بلشنا نتعاطف مع ليستر سيتي وبلشت عبارات تطلع على تويتر الجميع يحب الاحصنه السوداء اي حدا فريقه ما بينافس على الدوري الانجليزي صار يشجع ليستر هذا الاهتمام الاعلامي المفاجئ هجوم السوشيال ميديا المفاجئ خلق ضغط مفاجئ على عيبه ليستر استنوا يا عالم احنا اخذتونا كثير على محمل الجد فازوا على ايفرتون اوائل ديسمبر وبنفس الوقت ارسنال بيغلب مان سيتي فبيطلع مان سيتي كثير من الحسابات وبتصير تركيز ارسنال توتنهام ليستر زي ما حكينا الضغط جاب نتائج وفي الجوله 18 ليستر سيتي بيخسر مع ليفربول بهدف كريستيان بنتيكي ثم بتعادل في مباراتين مع مان سيتي ومع بورنموث يعني بيضيع سبع نقاط في ثلاث جولات بيفقد الصدارة أرسنال بيطلع يتصدر ب42 نقطة تحت ليستر ب40 نقطة ثم سيتي 39 وتوتنهام 36 الخسائر هاي رجعت سيتي للمنافسة والضغط على ليستر صاروا ناس يقولوا رانيري ايه فلتت الأمور منك شو بتعمل شو صار معك قال لهم شو بتحكوا أنا حققت هدفي أنا عندي 40 نقطة أنا ضمنت البقاء هذا التصريح مش زي التصريح الأول هذا كان تصريح تخديري لانه رانياري بلش يشوف اوروبا قريبه منه انسوا اللقب بلش يشوف اوروبا منه فحاول يشيل الضغط بيقول لهم يا عمي احنا ناس على قدنا بنعيش على المعونات وما عندنا طموحات في الجوله 21 في الوايت هارت لين ليستر سيتي بيهزم توتنهام كانت جوله مثاليه تعادل فيها السيتي وتعادل فيها ارسنال مع ليفربول بالنتيجه بتذكروها ناس كثير 3 3 في الجوله 22 ليستر رجع تعادل لكن ارسنال تعادل وتوتنهام خسر من السيتي وفي الجوله 23 كانت ايضا فرصه سعيده لليستر عم بفوز لكن دييغو كوستا بيجي مع تشيلسي على ملعب الامارات وبيهزم ارسنال بهدف مقابل لا شيء وصلنا الجوله 24 للجوله 26 وهون قصه الثلاث جولات التاريخيه لليستر سيتي مطلوب منه يواجه مانشستر سيتي وليفربول وارسنال ليفربول في كينج باور لكن سيتي وارسنال في ملاعبهم هذه اذا طلع منها طلع واذا ما طلع منها حيخسر تسع نقاط في الجوله 24 ليستر سيتي بيهزم ليفربول بهدفين وهدف ما بننساه كلنا لجيمي فاردي صاروخيه هزهم هز فيها واجت مباراه السيتي لكن قبلها صار شيء انقذهم الجميع كانت عينه على السيتي بعد ما رجعت منافساته وعارفين انه السيتي الوحيد اللي بيملك الجوده والدك اللي تخليه يفوز 10 مباريات ورا بعض في البريمير ليج وانه هو الوحيد اللي لو ضغط على ليستر بتلك الفتره حياخذ منه اللقب صار شيء اخبار كثيره بالجريني اداره السيتي قالت له مش حنجدد لك شكرا يعطيك العافيه واحنا بدنا جوارديولا وجوارديولا بيضغط على اداره بايرن تعلن انه راح يرحل وهون صار شيء غريب الاخبار زادت وصارت توصل اخبار اجتماعات السيتي فقد تركيزه ودخلوا لعب مع ليستر فاقد التركيز فاقد الجماعيه خلينا نحكي فليستر اتقدم 3-0 في ملعب الاتحاد قبل ما السيتي سجل هدف واحد وتنتهي المباراه ب 3-1 ووقتها خرج بلجرين وقال خسرنا مع فريق افضل منا بعد هذه المباراة صاروا الناس يقولوا دي بروين ب 75 بس محرز بنص مليون شوفوا الفرق يا عالم شوفوا الاستثمار الصح ما كان حدا بيعرف انه نهاية القصة دي بروين ومحرز بفريق واحد بعد ما جاب اللقب سألوا رانييري شو المباراة اللي خلتك تحس انك حتجيب اللقب قال لهم عندما هزمنا السيتي في ملعب الاتحاد شفت وجوه لاعبين مؤمنة انهم بيقدروا يجيبوا اللقب وايضا بعد فترة سألوا بيرغريني كيف ضيعت الدوري مع ليستر قال لهم لانه اللاعبين تشتتوا تماما الكل قلقان من قدوم جوارديولا وخروجي او الكل فرحان بخروجي وقدوم جوارديولا حالتين معنويات اللعيبه كلها عقلها في الموسم اللي جاي صار نتيجه حاله التشويق اللي صارت انه الكل عرف انه المدرب مش مستمر وانه في مدرب جاي باسلوب مختلف تماما على هذا الفريق في الجوله 26 رغم تقدم ليستر واعتقادنا انه عملها رجع ارسنال وفاز بالدقيقه 90 عبر ويلبك 2-1 هون الدوري فعلا ولع بين ليستر توتنهام ارسنال سيتي بعد اعلان خبر جوارديولا بعد خسارته من ليستر خسر ثلاث مباريات من اصل خمسه فخرج تماما من السباق ما زال ليستر يتصدر لكن بفارق نقطتين عن كل من توتنهام وارسنال الجميع صار يتطلع على ارسن فينجر فرصتك يلا جيب الدوري انت الخبره قال لهم انا عارف انها قصه رومانسيه حلوه قصه ليستر والجميع سيشجع ضدنا في هذه القصه كان متفهم انه الكل مش ما بيحب ارسنال او ما بيحب توتنهام الكل حابب يشوف حصان اسود بفوز ليستر هون غير استراتيجيته رجع لاستراتيجيه اللي قلتها في المحور الاول 1-0 نتائج غريبه من ال1-0 بعد ذلك فاز على نرويج في الجوله 27 بهدف مقابل لا شيء لكن الجوله 28 كانت جوله ممكن يفقد فيها الصداره تعادل في ملعبه بشكل مفاجئ 2-2 اثنين اثنين مع وست برومنش لكن ارسنال خسر في ارضه من سوانزي وويست هام غلب توتنهام وهذه الحاله اللي خلت الكل يقول لو اللي نافس ليستر في بعض الجولات تشيلسي مان سيتي أو ليفربول الحالي مثلا كانوا حيجيبوا الدوري، فرق بتعرف تجيب نقاط في الدوريات. في الجولة 29 بيغلبوا واتفورد وبيطلع كيكي فلوريس بتصريح شهير. الجميع يعرف كيف يلعب ليستر سيتي، لكن ما حدا بيعرف كيف يوقفهم. شو كان أسلوب ليستر سيتي؟ ما دامنا هون وبعدين بنكمل الجولات الضايعة. أسلوب ليستر سيتي كان قائم على الكرة المباشرة السريعة نحو منطقة الجزاء. وكانت قوته الأساسية أنه درينك ووتر والكانتي بيقطعوا الكرات بشكل ممتاز. فكانت الخطة بتقطع الكرة وبتلعب بشكل مباشر سريع للامام، فكان احصائيا وحسابيا اسرع فريق بالوقت والمسافة عشان يدخل الكرة منطقة الجزاء في ذلك الموسم، وهذه السرعة كانت لسه الاندية الانجليزية مش متعودة عليها زي الان، ففرقت كثير معهم، وايضا شيء اخر، هذا التحول من الدفاع للهجوم اللي كان عند ليستر كان يعطل الخصوم بالعكس، كان يخلي الخصوم دائما مش عارفين يطلعوا من الهجوم للدفاع بارتداد لانه كانتي ودرينك ووتر والبرايتون كانوا دائما حصن منيع يمنع هذا الارتداد فتفوقهم بحالة التحول من الدفاع للهجوم ومنع الخصم من التحول من الدفاع للهجوم كانت هي سر سرعتهم مع فعالية مدهشة مذهلة لفاردي ومحرز أمام المرمى وقوة مهمة في الكرات الثابتة كان يتألق فيها أليكس مورغان وروبرت هوت واحد سفر عن يوكاسل وبعدها واحد سفر على كليستر بالاس النتيجة بتتكرر كثير واحد سفر سبع جولات فارق خمس نقاط، خرج تصريح شهير بنعرفه كلنا، ميدو اللاعب المصري اللي كان يلعب بتوتنهام ومن باب حبه لتوتنهام قال لك ححلق شعري لو لست جاب بالدوري. رجعت واحد 0 على حساب ساوثهامبتون وجعلت الفارق هالمره سبع نقاط، لانه توتنهام تعادل مع ليفربول اللي سجل له وقتها كوتينيو. وفي الجوله 33 امام ساندرلاند ظلت النتيجه 1-0 للوقت بدل الضائع لعند ما اجى الهدف الثاني، فهي فعليا 1-0 عدلوها شوي في الوقت بدل الضائع. الجولة 34 رغم انهم دخلوها والفارق سبع نقاط، صار شيء مقلق، تعادلوا مع وست اوكي، الفرق بضل خمسة، لكن انطرد فاردي وغاب مبارتين الجميع شعر بالضغط بالتساؤل كيف هالفريق بده يجيب الدوري بدون فاردي؟ هنا خرج التصريح الشهير لرانييري واول مرة بيقولها بوضوح، عرف انه هالمرة لازم يغير لهجته، ما يقول الحمد لله ضليت في الدوري، انا الدوري بين ايدي. خرج وقال: نحن ذاهبون للفوز باللقب. خلص حسمها الان انسوا لي قصه فاردي وانسوا قصه التصريحات الخفيفه لازم اللعيبه كلها تشيل غياب فاردي وهون مين اللي دق على صدره وقال لهم عندي رياض محرز في الجوله 35 بيسحق سوانزي سيتي ورياض محرز بسجل الهدف الاول اللي بعده المباراه صارت سهله وفي تلك الجوله كانت توتنهام عم بينتحر وبتعادلوا مع ويست بروميتش فبصير الفرق مره ثانيه سبع نقاط ضايل ثلاث مباريات شو يعني فوز وخذ الدوري يا ليستر واعمل التاريخ في الجولة اللي بعدها مباراة في أولد ترافورد مع مان يونايتد مش مضمونة صعبة بس ليستر رجع في التعادل منها واحد واحد إيه كويس بيقرب على اللقب لكن في فريق ما بيحب توتنهام ابدا وما بطيقه هو تشيلسي قال لهم انا اللي حنهي هالقصه بلاش تصير مفاجات لما تفلت مني في مباراه ديربي شهيره شهدت 12 بطاقه صفراء توتنهام بيتقدم 2-0 للدقيقه 57 جاري كاهيل بيسجل ثم هازارد بيقدم واحد من اجمل مبارياته بيدمر دفاعات توتنهام وبسجل التعادل بالدقيقة 87 وللعلم بعد هذا التعادل الأمور قلبت مشاكل وطوش وخمس بطاقات في ثلاث دقائق بس جماهير تشيلسي احتفلت كانها فايزه باللقب لانها حرمت توتنهام ولانها عارفه ربما انه جايها كانتي يخليها تحتفل كثير بعد ذلك اصبح توتنهام اول فريق بفوز بالدوري لاول مره في تاريخه من سنه ال 78 لما عملها نوتنغهام فورست ووقتها كان مدرب نوتنغهام مختلف بالعبقريه والشخصيه عن كلاودي كان برايان كلوب كما انه قد يكون اقل بطل استحواذا في اخر عشر سنين للدوريات الكبرى كلها، كان استحواذ لستر سيتي 42%. أوميدو أوفى بوعده حلق شعره زي ما بنعرف أوميدو كان شخصية لا تنسى في استوديوهات الدوري الإنجليزي كان ماخذها لمستوى آخر صراحة من المتعة والنقاش خلال الموسم كان في تصريحات شهيرة لرانياري مثل والله اليوم حعزم الشباب على بيتزا اليوم طالعين نسهر مع بعض وواحد مرة سأله أنت بتحكي إيطالي ولا بتحكيش إيطالي فكان دائما نكت شغلات غريبة مؤتمرات صحفية آخر عشر أسابيع رانييري شعر بالشيء اللي كان يتمناه طول حياته رانييري دائما كان يشعر انه مظلوم يجي يبني يطردوه او لما يجي يبني فريق يجي له فريق ما بينهزمش يعني لما كان معاه تشيلسي اجاله ارسنال القاهر الخارق لما راح على اليوفي اجاله الانتر اللي بالاخير جاب الثلاثيه ولما بلش يشتغل بموناكو زي الناس اجاله سان جيرمان بفلوس ابدا مش زي فلوس الناس لكن بتشعر القدر قال له والله لأخليك تضحك في الأخير أنت رجل حزين رجل يعني مسكين على قدك لكن حنخليك تفرح بطريقة عكس كل شيء بلعيبة مغمورين ببطولة غير متوقعة وبأصعب دوري في العالم حنخليك تفوز فيه وكثير خدمته تشيلسي مهدد بالهبوط مان سيتي مشتت مان يونايتد مش عارف يبني ليفربول لسه مش مرتكز فكانوا فعلا كل الكبار التقليديين غائبين وشخصية أرسنال توتنهام ما بتتحمل منافسات طويلة عشان هيك ربما يكون أحد أهم أسباب المعجزة انه الكبار كلهم سقطوا في يوم واحد لعيون رانيري وعيون كانتي وعيون محرز وعيون فاردي محرز اصبح اول لاعب عربي افريقي بفوز بجائزه رابطة المحترفين وثاني لاعب من خارج اوروبا بفوز فيها بعد لويس سواريز وترشح للتوب بالكره الذهبيه ليفتح احلام وامال اللاعبين العرب ليومنا هذا موقع ذا أنا بيحاول يقول متى بلشت القصة بقول لك ملهاش جواب هل هي يوم ما في سكاوت شاف كانتي وقال هذا اللاعب خلينا نجيبه على ولا اللي امن بفاردي اللي بيلعب بدوري الهواء ولا اللي جاب محرز بنص مليون ولا باليوم اللي ولد في رانياري بروما بعد الحرب العالمية الثانية لعائلة فقيرة فتعود يعيش بأقل الموارد فلما أعطوه أقل الموارد أخرج منها أفضل وصفة هذه القصة العظيمة للأسف عشان تأخذ ليفل آخر من البقاء في ذاكرتنا اكتملت بشكل محزن رانياري الموسم اللي بعده إيريستر بينهار معه بعد خروج كانتي الفريق مش عارف يركز كثير الفريق مش مت يعني كانه بعده متعودين يعيشوا بشخصيه البطل ودائما هذه اصعب تعيش بشخصيه البطل مما تعيش بشخصيه الفريق العادي فليستر عم بيسقط وعم بيسقط وعم بيسقط وبالاخير بيضطر اداره ليستر تقيل رانييري والجميع تساءل كيف تقيل واحد جاب لك الدوري فكان جواب ليستر بسيط احنا اداره تفكر في المستقبل زي ما عملنا مع نايجل بيرسون واقلنا عملنا مع رانييري واقلناه لانه اللي صار صار وبهمنا اللي جاي وفعليا ليستر اصبح فريق معروف بانجلترا الجميع بيحترمه الان من حيث شبكه صيد المواهب اللي هي اساس قوته ادارته والراحه اللي بيشعر فيها كل لاعبين اللي هي بتستمد وبتستديم اعمار اللاعبين عندهم لكن في شهر اكتوبر 2018 صارت حادثه أسوأ للاسف طائره هليكوبتر المالك التايلندي في شاي سليفادا بتسقط في الملعب وبموت هو وخمسه ابنه كمل المسيره صحيح لكن كانها القصه الجميله كان لازم تنتهي بهذا الشكل عشان الناس تشوفها باحترام وتشوفها بنفس الوقت بحزن ربما لتصبح دراما كاملة لكن للأسف رانييري ما كمل والمالك ما كمل لكن الأكيد أنه ليستر أصبح نادي موجود ولن يذهب في ذاكرة كل الناس اللي بحبوا كرة القدم هون بتنتهي قصة المعجزة قصة النجاح اللي ربما بتأكدلنا وبتفهمنا النجاح ما له وصفة ما تردوا على بيقولك اعمل واحد اثنين ثلاثة تنجح النجاح له مليون وصفة دور على الوصف اللي بتناسبك وبتكون رانيرو محرز وفاردي وكانتي وبتكون معجزة بنحكي عنها والناس تحكي عنها وبنوصل هون لنهاية هاي الحلقة كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك وتويتر وإنستغرام والسلام عليكم ورحمة الله